بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولشيخنا واجعله مباركا أينما كان، واجعل مجلسنا هذا مباركا يا رب العالمين. قال الإمام النووي رحمه الله الحديث السادس عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب رواه البخاري ومسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال رحمه الله عن النعمان بن بشير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. قسم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قسم الأمور والأشياء إلى ثلاثة أقسام: حلال بين وحرام بين ومشتبه. فالحلال البين كأكل بهيمة الأنعام وحل البيع، والحرام البين كتحريم الميتة والخنزير والخمر والربا. والثالث أمور مشتبهات يشتبه أمرها، هل هي من قبيل المباح أو أنها من قبيل المحرم. والاشتباه له أسباب، بل كل من اشتبه عليه حكم شرعي أو أخطأ في حكم شرعي فإن خطأه واشتباهه يرجع إلى واحد من أمور خمسة. الأمر الأول نقص العلم، بأن لا يكون عنده علم يتمكن به من معرفة الحق. والثاني القصور في الفهم، بأن يكون فهمه قاصرا ليس عنده من الفهم ما يتمكن به من معرفة الحق. والثالث التقصير في الطلب، بأن لا يبذل جهده وطاقته في معرفة الحق والوصول إلى الحق. والرابع سوء الإرادة والقصد، بأن يكون قصده من البحث والمراجعة أن ينتصر لنفسه أو لمذهبه أو لشيخه أو نحو ذلك. والخامس الذنوب والمعاصي، فإن الذنوب والمعاصي سبب لأن يحال بين الإنسان وبين معرفة الحق. ولهذا قال الإمام الشافعي رحمه الله شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وقال اعلم بأن العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي. يقول شكوت إلى وكيع سوء حفظي، يعني عنده سوءا في الحفظ لا يحفظ سريعا، فأرشدني إلى ترك المعاصي وقال اترك المعاصي وقال اعلم بأن العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي. هذه خمسة أسباب للخطأ في كل حكم شرعي، فكل من أخطأ في حكم من الأحكام الشرعية فإن خطأه يرجع إلى واحد من هذه الأسباب الخمسة. ثم الاشتباه،
قد يكون في الدليل وقد يكون في المدلول. الاشتباه قد يكون في الدليل، هل هذا الدليل ثابت أو ليس بثابت، وقد يكون في المدلول بمعنى أن الدليل يكون ثابتا لكن هل فيه دلالة على هذه المسألة أو لا. وذلك أن الذي يستدل بالنسبة للأحكام الشرعية المستدل إما أن يستدل بالقرآن وإما أن يستدل بالسنة. فالمستدل بالقرآن يحتاج إلى نظر واحد فقط، وهو دلالة هذا النص على الحكم، هل هذا النص يدل على الحكم أو لا. المستدل بالسنة يحتاج إلى نظرين، أولاً النظر في ثبوتها، فليس كل ما ينسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يكون ثابتاً صحيحاً، فقد ينسب إليه الحسن الصحيح والحسن والضعيف والموضوع المكذوب، وهذا موجود. ثانياً إذا ثبت النص أو الحديث يحتاج إلى النظر في دلالته، هل يدل هذا النص على هذا الحكم أو لا. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. من اتقى الشبهات أي ترك الأمور المشتبهة ولم يباشرها ولم يعملها، فقد استبرأ لدينه وعرضه. استبرأ لدينه لأنه حفظ دينه من الوقوع فيما يمكن أن يكون محرماً، لأن هذه المشتبهات يحتمل أن تكون حراماً، فإذا تركها الإنسان فقد استبرأ لدينه، أي طلب البراءة لدينه بأن لا ينغمس في شيء من بأن لا يقع في شيء من الأمور المحرمة. وعرضه أي استبرأ لعرضه، لأن الناس سوف يتهمونه، انظر إلى فلان لا يبالي يقع في الأمور المشتبهة ونحو ذلك. قال: ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. من وقع في الشبهات وقع في الحرام، هذه الجملة لها معنيان. المعنى الأول أن الذي يباشر الأمور المشتبهة ولا يتحرز منها يتدرج فيها، يتدرج بسببها إلى أن يقع في المحرم، فهو اليوم يفعل الأمر المشتبه وغدا يتدرج إلى أن يفعل الأمر المحرم صراحة. والمعنى الثاني: من وقع في الشبهات وقع في الحرام، المعنى الثاني أن الذي يباشر الشبهات ولا يبالي فيها قد يقع في الحرام من حيث لا يشعر حتى لو كان لا يريد الحرام. فها هنا معنيان: المعنى الأول من وقع في الشبهات وقع في الحرام، معناها أن الذي يأتي الأمور المشتبهة تتدرج به إلى أن يقع في الأمور المحرمة، لأنه مع كثرة المساس يقل الإحساس. والثاني أن الذي يأتي الأمور المشتبهة يقع في الحرام من حيث لا يشعر. قال: ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. الراعي إذا كان معه بهائم، إما إبل أو غنم أو غيرها، يرعى حول الحمى، يعني حول مكان محمي، والغالب أن المكان المحمي يكون كثير العشب ويكون مزهرا مخضرا، فيوشك أن يقع فيه لأنه قد لا يتمكن من التحكم في هذه البهائم فقد ترتع من حيث لا يشعر. قال: كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى. هذا يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم، أعني جملة ألا وإن لكل ملك حمى، يحتمل أن هذه الجملة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم إخبارا، ويحتمل أنه ذكرها إقرارا. فإن كان قد ذكرها إقرارا فالمراد بذلك الحمى الذي يجعله ولي الأمر
خيل المسلمين وبهائم المسلمين من إبل الصدقة وغيرها. وإن كان ذكره إخباراً فلا يلزم من الإخبار أن يكون جائزاً، لأن الإمام قد يحمي حماً لكنه لا يكون هذا الحمى جائزاً. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، أي أن الله عز وجل جعل حول محارمه سياجاً منيعاً. فإذا تأملت في المحرمات التي حرمها الله تعالى تجد أنه جعل حولها سياجاً منيعاً، فكل ما يوصل إلى هذه الأمور المحرمة تجد أن الشارع يمنعه. فمثلاً حرم الشارع الزنا، كل ما يوصل إلى الزنا أو يكون سبباً إليه تجد أن الشارع حرمه. فحرم الخلوة بالمرأة الأجنبية، ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. لماذا؟ لأن الخلوة بالمرأة الأجنبية قد يكون وسيلة أو ذريعة إلى الوقوع في المحرم. حرم النظر إلى المرأة الأجنبية، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. حرم سفر المرأة بدون محرم، لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. حرم أن تخضع بالقول أو أن تتبرج، ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، إلى غير ذلك من الأمور التي قد تكون وسيلة إلى الأمور المحرمة. إذن متى حرم الشارع شيئا فإنه يحرم ما يكون وسيلة له. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة. المضغة هي القطعة من اللحم بقدر ما يمضغ. ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله. إذا صلحت بالإيمان والتقوى لله عز وجل صلح الجسد كله بالاستقامة والأعمال الصالحة. وإذا فسدت هذه المضغة، إذا فسدت وفسادها يكون بالإعراض عن شريعة الله عز وجل، فسد الجسد كله بالإقبال على المعاصي والذنوب، قال ألا وهي القلب. فهذا الحديث من الأحاديث العظام التي يدور عليها أو تدور عليها قواعد الإسلام. فالشريعة الإسلامية تدور في من حيث العموم على أحاديث، منها هذا الحديث، كما قيل عمدة الدين عندنا كلمات أربع من كلام خير البرية: اتق الشبهات وازهد ودع ما ليس يعنيك واعملن بنية. وهذا الحديث يدل على أنه ينبغي للمؤمن أن يتقي الأمور المشتبهة التي فيها اشتباه، لأنه قد يتدرج بسببها إلى الوقوع في المحرم، أو أن تكون هذه الأمور المشتبهة سبباً لوقوعه في المحرم من حيث لا يشعر. ومنها أيضاً أنه ينبغي للمؤمن أن يعتني بصلاح قلبه، لأن المدار على ما في القلب، فمتى صلح القلب صلح الجسد، ومتى فسد القلب فسد الجسد. فإذا قال قائل ما أسباب صلاح القلب، فالجواب أن صلاح القلب له أسباب متعددة، منها أولا الإقبال على كتاب الله تعالى قراءة وتدبرا وعملا. فإن القرآن العظيم من أعظم ما يعين المرء على صلاح قلبه واستقامته. قال الله تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. فلا يوجد شيء أعظم للقلب من القرآن الكريم. ولهذا قال الله تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم
وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ومنها أيضا أن يكثر من ذكر الله عز وجل، فإن ذكر الله سبب لصلاح القلوب وطمأنينتها والقرب من علام الغيوب. قال الله تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ومنها أيضا الحرص على قيام الليل، أن يحرص المرء على أن يكون له ورد من قيام الليل، فإن لقيام الليل شأنا عظيما في صلاح القلب وفي استقامته. ومنها أيضا أن يحرص على الرفقة، على الرفقة الصالحة التي تدله على الخير، فتذكره إذا غفل، وتعظه فتذكره إذا فتعلمه إذا جهل، وتذكره إذا غفل، وتنبهه إذا نسي. ولهذا قال الله عز وجل: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. وقال عليه الصلاة والسلام: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. هذه بعض الأسباب التي تعين المرء على صلاح قلبه. ولهذا قال الناظم: دواء قلبك خمس عند قسوته فاحرص عليها، وفي لفظ: فدم عليها تفز بالعز والظفر، خلاء بطن وقرآن تدبره، كذا تضرع باك ساعة السحر، كذا قيامك جنح الليل أوسطه، وأن تجالس أهل الخير والخبر. ومتى علم الله تعالى من العبد حسن النية وسلامة الطوية يسر له اليسرى وجنبه العسرى، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. نعم. قال رحمه الله: الحديث السابع عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. هذا الحديث الثاني، حديث تميم الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قوله عليه الصلاة والسلام الدين، كلمة الدين ترد في النصوص الشرعية على معنيين. المعنى الأول: الدين بمعنى الجزاء والحساب، ومنه قول الله تعالى: مالك يوم الدين، يعني يوم الجزاء والحساب. وثانيا: ترد كلمة الدين بمعنى الشريعة والملة، ومنه قول الله تعالى: ورضيت لكم الإسلام دينا، اليوم أكملت لكم دينكم. وقال تعالى: لكم دينكم ولي دين. إذن يطلق أو تطلق كلمة الدين على معنيين: المعنى الأول الجزاء والحساب، كقوله عز وجل: مالك يوم الدين، ومنه قولهم أيضا: كما تدين تدان، كما تجازي تجازى. والمعنى الثاني من معاني الدين: الدين بمعنى الملة والشرعة وما يدين الإنسان به ربه عز وجل. يقول: الدين النصيحة. والنصيحة بمعنى إخلاص الشيء وتخليصه من الشوائب، والنصيحة هي بذل الخير والمعروف للغير. هذا النصيحة، بذل الخير والمعروف للغير. قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. أولا: النصيحة لله تكون بعبادته سبحانه وتعالى وإخلاص الدين له، لأن هذا هو الذي أمر الله تعالى به: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فمن النصيحة لله عز وجل
أن تعبده سبحانه وتعالى حق العبادة وأن تخلص له العبادة. هذا ما يتعلق بالنصيحة لله عز وجل، جماعها عبادته والإخلاص له. النصيحة قال ولكتابه، وتأمل لم يقل الدين النصيحة قيل لمن، قال لله ولكتابه، ولم يقل لله ولرسوله ولكتابه، فقدم الكتاب على الرسول لأن الكتاب يبقى والرسول لا يبقى، ولهذا القرآن باق إلى قيام الساعة، وقد تكفل الله تعالى بحفظه في قوله إنا نحن نزلنا الذكر والذكر وإنا له لحافظون. وأما الرسول فجميع الرسل يموتون، إنك ميت وإنهم ميتون. النصيحة لكتاب الله عز وجل أولا تكون بأن يتلوه حق تلاوته، تلاوة لفظية وتلاوة معنوية وتلاوة عملية. ثانيا من النصيحة لكتاب الله عز وجل احترامه وتعظيمه، أن يحترم كتاب الله تعالى وأن يعظمه. ثالثا من النصيحة لكتاب الله عز وجل نشره بين الناس قدر المستطاع، أن تحرص على نشر المصاحف وتوزيع المصاحف وحث الناس على تلاوتها قدر المستطاع. من النصيحة لكتاب الله عز وجل ألا يتلى حيث يمتهن أو حيث يهان، فلا يجوز أن يقرأ القرآن في موضع يمتهن فيه أو أن يوضع القرآن موضع امتهان. ولهذا قال أهل العلم رحمهم الله إنه يحرم توسد القرآن، أن يجعله وسادة، هذا من أعظم الإهانة، أن يجعله وسادة أو أن يتكي عليك أنه يتكي على مركة أو نحو ذلك، كل هذا من إهانة القرآن. كذلك أيضا رميه وإلقاءه على الأرض فإن هذا محرم، بل جميع كتب العلم يحرم أن تهان، فما بالك بالقرآن. ولهذا لما رأى الإمام أحمد رحمه الله رجلا معه كتاب وألقى بالكتاب على الأرض، يعني لما أراد أن يصلي ألقى بالكتاب هكذا، فزجره وقال أهكذا يفعل بكلام الأبرار؟ كلام الأبرار كلام العلماء يجب أن يحترم لأنه متضمن لما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة. إذن من احترام القرآن ألا يوضع أو يقرأ حيث يهان، ألا أيضا يمتهن وذلك بمد الرجل إليه أو الاستناد أو الاتكاء عليه إلى غير ذلك. ثالثا النصيحة تكون للرسول صلى الله عليه وسلم، وجماعها طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر وألا يعبد الله إلا بما شرع. هذا هو جماع النصيحة للرسول صلى الله عليه وسلم، أولا طاعته فيما أمر، فما أمر به من الأوامر فإنه يطاع لأن طاعته من طاعة الله تعالى، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، من يطع الرسول فقد أطاع الله. طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر، أي ما أخبر به من الأمور المغيبة سواء كان ذلك في الماضي أو في المستقبل نصدقه فيما صح عنه، وإنما أقول فيما صح عنه لأنه قد ينسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام أمور غيبية ولكنها لا تصح لأن الحديث لم يثبت ولم يصح. إذن تصديقه فيما أخبر مما صح عنه، فما أخبر به من أمور الغيب وما يكون يوم القيامة والجزاء والحساب والبعث وغيرها كل ذلك نصدق به ولا نقول كيف ولما، لأن عقولنا قاصرة عن إدراك مثل هذا. ثالثا من النصيحة للرسول عليه الصلاة والسلام تصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر، ما نهى عنه الرسول ننتهي عنه، وزجر الزجر أشد النهي، فما نهى عنه أو زجر عنه فإننا ننتهي عنه،
ولهذا قال الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. وتصديق واجتناب ما عنه نهى وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع. لا تتعبد لله عز وجل إلا بما شرع، يعني بما جاء في شريعته أنه مشروع، سواء شرعه الله تعالى وأوحاه إلى رسوله عن طريق الوحي، أو شرعه وسنه الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وقال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذه النصيحة للرسول ولأئمة المسلمين وعامتهم. أئمة المسلمين، أئمة المسلمين نوعان: علماء وأمراء. فالعلماء مشرعون والأمراء منفذون، وكل دولة لا بد أن تقوم بهذه السلطة، السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية. النصيحة تكون للعلماء بماذا؟ أولا بالأخذ عنهم وتلقي العلم عنهم، وثانيا نشر علمهم، وثالثا محبتهم لما يبذلون من نشر العلم والخير للناس، ورابعا الكف عن مساوئهم وما يصدر منهم من أخطاء، لأنهم بشر والبشر معرض للخطأ، وخامسا الذب عن أعراضهم. من أراد أن يتكلم في أعراض العلماء فإنه يزجر ويذب عن عرض هذا العالم. النصيحة أيضا تكون للأمراء، سواء كان ملكا، سلطانا، أميرا، رئيسا، تكون للأمراء بأمور: أولا اعتقاد إمامتهم وإمرتهم. يجب أن تعتقد إمرة هذا الحاكم أنه ملك، أنه سلطان، أنه رئيس، أنه أمير ونحو ذلك. ثانيا أن تعتقد أن تصدق البيعة لهم، وأن تعتقد أن في رقبتك بيعة لولي الأمر. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. ثالثا من النصيحة لولاة الأمر نشر محاسنهم بين الناس، لأن نشر محاسنهم سبب للانقياد لهم وطاعتهم فيما يوجهون ويسترون من الأوامر. رابعا وفي مقابل ذلك الكف عن نشر مساوئهم، لأن نشر مساوئهم سبب للتمرد عليهم، سبب أولا لكراهتهم، ثم للتمرد، ثم للخروج عليهم. فالواجب أن تنشر محاسن ولاة الأمر، لأن نشر محاسنهم سبب لمحبتهم، بخلاف نشر المساوئ فإنه سبب لأن يكون في قلوب الناس كرها وحنقا لهم، وإذا كرهوهم تمردوا عليهم وربما خرجوا عليهم. أيضا من حقوق ولاة الأمر إعانتهم فيما وكل إليهم، أن نحرص على أن نعينهم فيما وكل إليهم من الأمور. من حقوق ولاة الأمر الدعاء لهم. قال ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله وغيره: لو أن لي دعوة مستجابة لصرفتها إلى الإمام، لأن بصلاحه صلاح الرعية. فأنت إذا دعوت للإمام لا تدعو للإمام بشخصه فقط، وإنما تدعو له بالصلاح، لأن صلاحه واستقامة حاله استقامة له ولرعيته. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ولأئمة المسلمين وعامتهم. النصيحة لعامة المسلمين أن تحب لهم ما تحب لنفسك، أن تحب لهم ما تحبه لنفسك،
ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فإذا طلب أحد من الناس منك النصيحة، وطلب النصيحة كما في قوله عليه الصلاة والسلام: وإذا استنصحك فانصح له، طلب النصيحة يكون بلسان الحال ويكون بلسان المقال. فطلب النصيحة بلسان الحال أن ترى أخاك المسلم مثلا يتخبط في ماله ويتصرف فيه تصرفا فيه سفه ويكون مجانبا للرشد، فإنك تنصحه هنا حتى ولو لم يبذل ولو لم يطلب النصيحة تبذل له النصيحة، لأن حاله تحتاج إلى نصيحة. والثاني أن طلب النصيحة بلسان المقال، بأن قال مثلا: أنا أريد أن أشتري السيارة الفلانية أو أن أشتري العقار الفلاني، فبماذا تنصحني؟ فيجب عليك أن تبذل النصيحة له وأن تجعل نفسك مكانه. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذا هو جماع المحبة، هذا هو جماع النصيحة لإخوانك المسلمين، أن تحب لهم ما تحبه لنفسك من الخير، وأن تكره لهم ما تكرهه لنفسك من الشر. أسأل الله تعالى أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، إنه جواد كريم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.